نصر محمد كاتي عام جمعية ناطوري سباق الدراجات. أشكر جميع المساهمين في هذا النجاح في السباق. أشكر جمعية الصداقة للرياضة والتنمية وزارة المغرب ديال الأمن بينهم الأمن الوطني والمساعدة والمساعدة المدنية. وكنشكر الجمعية والرئيس والمكتب المسير، وهذا يعني كناشد المسؤولين باش يدعموا الرياضة الإقليمية محليا إقليميا ووطنيا، لأن الرياضة والناظر كنعاني كل عناء بما فيها الدراجة. حنا نظمنا السباق للأسف والأسف، لولا الجمعية تعطينا يد المساعدة لكنا في غادي نلغيو السباق. لكن كنشكرهم كنقدموا الشكر لهذا المنبر وكنلجنوا السلوك المحلية بالمناسبة باش يقدموا لنا الدعم ويستمروا معنا حنا جادين خدامين كنصبوا العمل ديالنا في السباق. ونطلبوا التوفيق وشكرا لكل المساهمين في إنجاح الرياضة على الصعيد المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيف فولكو رئيس جمعية الصداقة الرياضة والتنمية، جمعية اللي ساهمت وشاركت ونسقت مع نادي الدراجات جمعية الدراجات في الناظور بتنظيم هذا السباق الذي المغلق للدراجات. السباق مر في جو رياضي بهيج، تسع نوادي شاركت في هذا السباق، لكن المثير للانتباه هو عدم حضور مسؤولي الناظور لهذا السباق رغم توجه الدعوة إليهم، خاصة نستنكر غياب مندوب ممثلي الشباب والرياضة، استنكار طرف جميع المشاركين استنكروا عدم حضور ممثلي الشباب والرياضة وعدم ممثلي السلطات المحلية لهذا السباق الذي تقام له الدنيا وتقعد في المدن الأخرى، لكن ظهرت من جديد عدم إعطاء الأولوية للرياضة بالناظور. أشكر الإعلام، أشكر كل من ساهم في من قريب ولا من بعيد في هذا التنظيم، وأخص بذكر الأمن الوطني الذي كان سباقا والقوات المساعدة كانوا سباقين إلى هذا المدار. وشكرا.